بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرينيو بلاز إن شاء الله. يعني طبعا المحاضرة مش محتاج إن أنا أقول يعني أهمية البرينيو بلازما في البراكتس. يعني إن شاء الله هنقسمهم على محاضرتين. النهاردة هنتكلم عن سوبرا تنتوريال نيوبلاس، إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم على الإنفرا تنتوريال والإنترا فنتريكولار نيوبلاس. طيب أول حاجة، هما بيقسموا البرين نيوبلاس تقسيمة كبيرة جدا. التقسيمة دي هي مجموعة بيسموها نيورو إبيثيليال تيومر، اللي هما طالعين من الخلايا بتاعة البرين ذات نفسها. مجموعة اسمها هيماتوبيوتيك تيومرز، دي مجموعة اللي هي ليها علاقة بالبلاد، سواء طالعة من بلاد اليمنتس زي الليمفوما أو كده، أو تنتشر عن طريق البلاد زي الميتاستاسيس. مجموعة اسمها مينينجيال تيومر، طالعين من المينجيز. مجموعة اسمها كرينيال نيرف تيومر، طالعين من الكرينيال نيرف. مجموعة سيلر ريجن تيومر، طالعين من السيلة بتيوتري وكده. وجيرم سيل تيومرز أكترهم بتبقى طالعة في باينيال ريجن أو باينيال جلاند. لو لقينا ان من التقسيمه دي هنلاحظ ان في مجموعات معظمهم اكسترا اكزي، يعني خارجين طالعين بره البرين. يعني منين جه طالع من الميجيز ده؟ بره البرين ذات نفسه، يبقى ده اكسترا اكزي. كرينيال دار نيرف برضه طالعين من بره البرين، وبالتالي هم بيقسموا البرين تيومرز لمجموعتين. مجموعه من التيومرز طالعين انترا اكزي، يعني طالعين من البرين ذات نفسه من جوه البرين، ومجموعة من التيومر طالعين خارج البرين بيسموهم اكسترا اكزي. يعني هنتكلم عليهم النهارده اللي هم الانترا اكزيال تيومر، اللي هم النيورو ابيثيليا تيومر وهيماتوبيوت تيومر. الاربعه دول غالبا ار اكسترا اكزيال تيومر، دول مش هنتكلم عليهم النهارده. الانت عشان كده كان لازم نفرق ما بين الانترا اكزيال والاكسترا اكزيال تيومر، لان الانترا اكزيال دي قصه والاكسترا اكزيال دي قصه ثانيه. ديفرنشال وده ديفرنشال، ده مجموعه وده مجموعه. طيب الحقيقه في معظم الاحيان احنا الموضوع بيبقى واضح، يعني بعرف اذا كان ليجن ده انترا اكزي طالع جوه البرين ولا اكسترا اكزي خارج بره البرين. ولكن في بعض في الاحيان قليله بنلاقي الليجنز بيبقى سوبرفيشال قوي، وبتبقاش عارف اذا كان ده انترا اكزي ولا اكسترا اكزي. فبدينا نعتمد على شويه ساينز وسيمتومز تقول لنا الليجن ده غالبا اكسترا اكزي. من ضمن الساينز اللي بتقول الليجنز ده اكسترا اكزي انك تلاقي الليجن ليه برود اتاتشمنت على الديورا او الكالفيريان، تلاقيه لامس او كونتاكتنج الكالفيريان بون او الديورال او الديوره بمساحه واسعه او لارج اريا اوف كونتاكت زي كده، تلاقيه قاعد على مساحه واسعه من الكالفيريان بون او الديور. كل ما كانت في مساحه واسعه او كونتاكت مع الديور ده اكتر من هو يكون اكسترا اكزيال ليجن. كمان وجود سي اس اف سيجنال او سي اس اف فلويد ما بين الليجن والبرين. وجود السي اس اف سيجنال او السي اس اف ده ما بين الليجن والبرين ده يقول ان الليجن ده كان اكسترا اكزيال، بدليل ان في شويه سي اس اف من بره جم دخلوا ما بين الليجن والبرين، وبالتالي ده من ضمن الحاجات اللي بيسموها السي اس اف كليفت ساين، كان في سي اس اف كليفت يفصل ما بين الليجن اللي هو الاكسترا اكزيال والاي تيومر. ده مش هنلاقي كده، مفيش سي اس اف كليفت ساين، لان هو اصلا شيء جوه البرين، مش هيسمح ان السي اس اف يخش ما بين البرين والليجن. طيب كمان من ضمن الساينز اللي انا شايفها من ضمن الاهم ساينز اللي تفرق فيها ما بين انترا اكزيال والاكسترا اكزيال، هي حاجه اسمها كورتيكال ديسبليسمنت ساين. احنا عندنا عارفين ان في كورتيكال فيسلز او فيسلز بتبقى موجوده على الكورتكس من بره. الكورتيكال فيسلز دي خلاص اللي هي السيجنال فويد دولت بيبقوا موجودين على سطح البرين من بره. لو هو الليجن اكسترا اكزيال هيزق الفيسلز دي لجوه زي كده، ده ليجن لقيت ان هو الليجن زي الفيسلز لجوه. طب لو العكس، لو الليجن كان انترا اكزيال هلاقي ان الفيسلز ار ديسبليسد لاترال تو ذا ماس لبره، يعني الفيسل الاقيه بره الماس يبقى ده انترا اكزيال. لو لقيت الفيسل جوه او انر او ميديال للماس او زي الماس زقاه ميديال، يبقى اعرف ان ده اكسترا اكزيال. ايه اكسترا اكزيال ليجن؟ دي من الساينز فعلا مهمه عشان تفرق ما بين انترا اكزيال والاكسترا الاكسترا اكزيال ليجن، اللي هو كورتيكال فيسل ديسبليسمنت ساين. طيب
اخر ساين اللي هي تقدر تفرق ما بين انترا اكزيال والاكسترا اكزيال هو موضوع حاجه اسمها كورتيكال باكلين. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الاكسترا اكزيال ليجن دولت لما بيجي يضغطوا على السيربرا هيمسفير يعملوا ايه؟ يقربوا الكورتكس او الجيراي من بعض، تلاقوا ان في سلساي وجيراي هنا تلاقيهم قربوا من بعض، ده بيسموهم كورتيكال باكلينج ساين. لو احنا بصينا كده شايفين دي المفروض الجيراي والسلساي اهم بالمنظر ده، لما يجي اكسترا اكزيال ليجن يبقى موجود يضغط على الكورتك على الجيراي والسلساي تلاقيهم قربوا من بعض، التقريب من بعض دي اللي هو المنظر ده خلاص ده بيسموه كورتيكال باكلينج. كورتيكال باكلينج كأنهم قربوا من بعض، ده بيسموه ده من ضمن الساينز بتاعت الاكسترا اكزيال ليجن. الانترا اكزيال بالعكس، الانترا اكزيال يوسع الايه، يفرد الليج الكورتكس والسلساي تلاقيهم واسعين عن بعض مش قريبين من بعض، فتلاقوا هنا شايفين ان الكورتكس مفروده على الايه، مفروده على الليجن وواسعه ما بين الكورتكس والكورتكس، يعني السلكس هنا وسع، فده من ضمن الساينز بتاعت الانترا اكزيال ليجن. وبالتالي الساينز اللي اتفرق ما بين انترا اكزيال والاكسترا اكزيال لو كان الليجن دي برود اتاتشمنت او برود بيز على الديورا ده اكتر من يكون اكسترا اكزيال، دخل سي اس اف كليفت ما بين الليجن و البرين يبقى ده برضه اكسترا اكزيال، لو لقيت الفيسل ديسبليست انورد يبقى ده اكسترا اكزيال، لو لقيت في كورتيكال باكلينج ده من ضمن الساينز بتاعت الاكسترا اكزيال ليجن. ودي الساينز اللي احنا بنعتمد عليها ان نفرق ما بين انترا اكزيال والاي والاكسترا اكزيال في بعض الاحيان اللي بنغلب فيها، اللي لما يبقى تيومر سوبرفيشال ومش عارفين ده انترا اكزيال واكسترا اكزيال ببدا اعتمد على شويه الساينز دول. طيب احنا النهارده هنتكلم عن الانترا اكزيال تيومر، مالناش دعوه بالاكسترا اكزيال ده قصه فكان عليه في هيد ونك مش قصتنا النهارده. الانترا اكزيال تيومر اللي هنتكلم عليهم قلنا هم مجموعتين كبار، حاجه اسمها نيورو ايبيثيليال تيومرز، وهم دول تيومرز طالعين من الخلايا بتاعت البرين اسمهم نيورو ايبيثيليال تيومرز، ومجموعه تانية اللي هم هيماتوبيوتيك تيومرز اللي هم ليهم علاقه بالبلاد، سواء كان طالعين من بلاد سيلز او سواء كان بينتشروا عن طريق البلاد فيسلز اللي هم الهيماتوبيوتيك تيومرز. طيب مين هما النيورو ايبيثيليال تيومر؟ من اسمهم كده they are tumor arising from the cells of the brain. ايه هما cells of the brain؟ احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من الخلايا في البرين، الخلايا الاصلية اللي هي نيورون سيلز، النيورون سيلز دولت اللي هما يمثلوا نيوروسايت وجانجليوسايت. ايه هما اصلا الخلية اللي موجودة في البرين اللي هي مكونة للبرين اللي هي بتصدر الاوامر لبقية الجسم، اللي هي الخلية الاصلية دي اللي هي بتثينك وبتقول لل تدي امبلسز للموتور فانكشن وهكذا، الخلايا الاصليه دي بيسموها نيوروسايت. خلاص النيوروسايت دي لو اشتركت في جانجليون يسموها جانجليونوسايت، سواء كانت نيوروسايت او جانجليونوسايت الاثنين دولت نيورونال سيلز، دولت الخلايا الاصليه. زي اي اورجان في الجسم مع الخلايا الاصليه دايما بيبقى فيه كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف او سبورتنج سيلز بتسبورت الخلايا الاصليه. الكونكتيف تيشو سيلز في البرين بيسموهم جلايال سيلز. يبقى الجلايال سيلز ما هم ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو سبورتنج سيل يسبورت بيهم النيورونال سيلز. مين هم؟ عندنا اربع انواع، استروسايت واوليجودندروسايت وابندايمال سيلز وكرايد بلكسس سيلز. الاستروسايت هي خليه ليها دندرايتس كبيره مسؤوله عن ان هي تكونكت ما بين ديفرنت استروسايت. لو انا عندي النيوروسايت، لو انا عندي نيوروسايت هنا ونيوروسايت هنا ونيوروسايت هنا، المسؤول عن كونكشن ما بين نيوروسايتس وبعضها، ما بين الخلايا الاصليه وبعضها، هي الاستروسايت بالاهداب الكتيره بتاعتها دي اللي هي بيسموها، عشان كده بيسموها استروسايت. طيب عندنا نوع تاني اسمه اوليجودندروسايت، وده خليه بتبقى ماسكه باهداب برضو، بس بتبقى ماسكه في الاكسون بتاع النيوروسايت، تبقى ليها كده تروح ليها اتاتشمنت للاكسون بتاع النيوروسايت. مسؤوليتها ايه؟ مسؤوليتها ان هي تكون المايلين بتاع الاكسونز بتاع الخليه، شبه الشوان سيلز بتاع البريفيرال نيرف، ان هي تكون مسؤوله عن تكوين المايلين. سواء كانت اوليجودندروسايت او استروسايت ار كونكتيف تيشو او جلايال سيلز بيسبورت النيوروسايت اللي هي الخليه الاصليه. عندنا اثنين خليتين ليهم علاقه بالفنتركل، ابندايمال سيلز بتلاين الفنتركل من جوه او كورويد بلكسس سيلز بتلاين الكورويد بلكس اللي موجود جوه الفنتركل. كل الانواع دولت ار كونكتيف تيشو ار او ار جلايال سيلز، وبالتالي الخلايا اللي عندنا سواء كان نيورون سيلز او سواء كان جلايال سيلز لو طلع منهم تيومرز الاثنين دولت يندرجوا تحت مجموعه النيورو ايبيثيليوم. نيورو لان طالعين من النيورون سيلز، ايبيثيليوم لانهم طالعين من الجلايال سيلز او الكونكتيف تيشو سيلز، فهم سواء كان طلع من الجلايال سيلز او النيورونال سيلز يندرجوا تحت الايه، النيورو ايبيثيليال تيومرز. مين هم النيورو ايبيثيليال تيومرز اللي بيطلعوا من النيورونال تيومرز او من النيورونال سيلز؟ يسموهم نيورونال تيومرز، لو طلعوا من النيورونال سيلز يسموهم نيورونال تيومر. مين هم؟ قالك انت عندك نيوروسايت يبقى يطلع منها تيومر اسمه نيوروسايتوم،
عندك جانجليوسايت يبقى يطلع منها تيومر اسمه جانجليوسايتوما او جانجليوجليوما. الجانجليوسايتوما او جانجليوجليوما والنيوروسايتوما الاثنين دولت خلاص بيندرجوا تحت، يبقى يسموهم نيورونال تيومر اللي هم تحت النيورو ابيثيريال تيومر. طيب مين هم الجلايا تيومر؟ هم تيومر طالعين من الجلايال سيلز اللي هم ايه؟ الاستروسايت لو طلع منها تيومر يبقى سموه استروسايتوما. الاوليجودندروسايت لو طلع منها تيومر يسموه اوليجودندروسايتوما. الابندايمال سيلز لو طلع منها تيومر يسموه ابندايموما، والكرويد بليكس سيلز لو طلع منها تيومر يسموه كرويد بليكس تيومر. اي تيومر من تيومر دولت طالعين من الجلايال سيلز فيسموهم جلايال تيومر، والجلايال تيومر ده تبع النيورو ابيثيريال تيومرز. وبالتالي النيورو ابيثيريال تيومر يشمل جلايال تيومر طالعين من جلايال سيلز، ويشمل نيورونال تيومر طالعين من النيورونال ايه؟ من نيورونال سيلز. طيب من الانسنس تقدر تتوقع مين الانسنس بتاعه اعلى؟ الجلايال تيومر ولا النيورونال تيومر؟ الجلايال طبعا، الجلايال الانسنس بتاعهم مور كومن عن النيورونال تيومر. حد يعرف ليه؟ ليه الانسنس بتاع دولت اعلى من دولت؟ لان النيورونال تيومرز او اللي طالعين من نيورونال سيلز، النيورونال سيلز اصلا مش بتبروليفريت. احنا عارفين ان الخلايا بتاعت البرين اصلا لما بتموت ما بيحصلهاش ريجنريشن، فالقدره على ان هي تريجنريت او تبروليفريت قليله جدا. فعشان يحصل فيها نيو بلازم يعني بروليفريشن دي بتبقى صعبه جدا. على مش الكلام ده مش موجود في الجلايال سيلز او كونكتيف سيلز، دي زي خلايا زي اي بقيه الخلايا في الجسم. انما النيرفس تيشو ذات اللي هو الخلايا الاصليه بتاعت النيرفس تيشو مش بتبروليفريت، فبالتالي الانسنس ان هو يحصل فيها تيومر او بروليفريشن مالجنم بروليفريشن بيبقى اقل من الايه؟ من الجلايال كونكتيف تيشو. طيب النيورو ابيثيريال تيومر يتضمنوا مجموعه ثالثه اللي هي بتبقى طالعه من الخليه الام بتاعه الجلايال سيلز او الخليه الام بتاعه النيورونال سيلز، بيسموهم امبريونال تيومرز. يعني ايه؟ يعني الجلايال سيلز قبل ما تبقى جلايال سيلز ماتيور كانت اماتيور امبريونيك جلايال سيلز. دي لو الاماتيور سيلز او الامبريونيك سيلز دي لو طلع منها تيومر يسموه امبريونال تيومر. هي نفس النيورو ابيثيريال سيلز ولكن تبقى لسه ما بقتش ايه؟ ما بقتش ماتيور او ويل ديفرنشيتد، بيسموهم امبريونال تيومر. ودول يشملوا البنت والدنت ويشملوا الميدالو بلاستوما ويشملوا حاجه اسمها اتيبيكال تيراتويد رابدويد تيومرز. دولت عباره عن نيورو ابيثيريا تيومرز ولكنهم طالعين من خليه الام بتاعه الجلايال سيلز او الخليه الام بتاعه النيورونال سيلز، ولكنهم عشان هم لسه بيبقى طالعين من امبريونيك سيلز فبيسموهم امبريونال تيومر ولكن يتضمنوا تحت نيورو ابيثيريا تيومر. وبالتالي نيورو ابيثيريا تيومر بيشمل جلايال تيومر ويشمل نيورونال تيومر ويشمل الخليه الام او التيومرز بيطلعوا من الامبريونيك سيلز اللي هم بيسموهم امبريونال تيومر. كل دولت ار نيورو ابيثيريا تيومرز. خلاص دول اللي هنتكلم عليهم ان شاء الله، وهم دول اللي يمثلوا معظم الانترا اكزيال تيومر اللي هنتكلم عليهم المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله، اللي هم نيورو ابيثيريال تيومرز. طيب المجموعه الثانيه اللي بتطلع انترا اكزيال برضو اللي هم هيماتوبوتيك تيومرز اللي قلنا ليهم علاقه بالبلد، يعني بيطلعوا من خلايا بتاعت البلد زي الليمفوما، او ان هم ينتشروا عن طريق البلد زي الميتاستاسيس، او ان هم يطلعوا من البلد فيسل زي الهيمانجيوبلاستوما. احنا جبنا سيره الهيمانجيوبلاستوما قبل كده، حد فاكر جبنا فيها الهيمانجيوبلاستوما فين؟ فون هيبلند. اه بالظبط فون هيبلند، قلنا ان هو بيبقى مشهور بان هو ممكن يحصل فيه هيمانجيوبلاستوما. خلاص طيب فدولت الهيماتوبيوتيك تيومر. يبقى سواء كان هيماتوبيوتيك تيومر او سواء كان نيورو ابيثيريال تيومر الاثنين ار انترا اكزيال تيومر، ودولت اللي هنتكلم عليهم النهارده والمحاضره الجايه ان شاء الله. طيب الانترا اكزيال تيومرز دولت، الانترا اكزيال تيومر دولت قسموهم على حسب المكان اللي بيطلعوا منه. يعني في من ضمن النيورو ابيثيريال او الهيماتوبيوتيك تيومرز، تيومرز تحب ان هي تطلع سوبرا تنتوريال، يعني تحب تطلع في السيريبرال هيمسفيرز، الاقيها موجوده في السيريبرال هيمسفير يسموهم سوبرا تنتوريال نيوبلازم. وفي تيومرز من ضمن الانترا اكزيال تيومر دول يحبوا ان هم يطلعوا في السيريبيلم فيسموهم انفرا تنتوريال نيوبلازم، او ان هم يطلعوا انترا فنتريكال فيسموهم انترا فنتريكال نيوبلازم. يبقى اكوردنج تو ذا لوكيشن اوف اوريجين اوف ذيس تيومرز they are classified according to the location into سوبرا تنتوريال انفرا تنتوريال اند انترا فنتريكال. النهارده هنتكلم عن نيوبلازم انترا اكزيال طالع من السيريبرال هيمسفير اللي هم سوبرا تنتوريال. الاثنين دول هنتكلم عليهم المره الجايه ان شاء الله باذن الله. خلاص طيب دلوقتي انا لو لقيت تيومر طالع من سيريبرال هيمسفيرز، انا لقيت في تيومر طالع سوبرا تنتوريال يعني طالع من السيريبرال هيمسفيرز، هقسمه ازاي؟ قالوا تبص على شكله عشان الاشكال دي يندرج تحت واحد من الاشكال دي.
لا اما التيومر تلاقيه هوموجينس ما فيهوش اي ارياز اوف نيكروزس ولا هيموج، ده مجموعه، او انك تلاقيه بالعكس هيتروجينس وتلاقيه في ارياز اوف نيكروز وهيموج وبريكنج داون، او انك تدي مجموعه ثانيه، او انك تلاقي مجموعه ثالثه ان تلاقي التيومر ده في ارياز اوف سيستيك ارياز، تلاقي جواه ارياز اوف سيست، في جواه سيستيك ارياز كده جوه التيومر، دي مجموعه ثالثه، او انك تلاقي التيومر ده فيري ويل ديفايند فيري ديسكريت، تقدر تفصله كده من البرين، تقدر كانك تقدر تشيله خالص من البرين لان هو فيري ويل ديفايند اند فيري ديسكريت، ودي مجموعه رابعه. واخر مجموعه ان مجموعه من التيومرز اللي هي بتنهانس هوموجينسلي خالص بعد السبعه، تديها سبعه تلاقيها تاخد فيري ويل هوموجينس انهانسمنت بعد السبعه. خلاص طيب، دولت الخمس مجموعات اللي احنا هنتكلم عليهم لما تلاقي تيومرز طالع من السريبرال هيمسفير يندرجوا الشكل بتاعهم تحت اي من الاشكال اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. طيب اول مجموعه اللي هم هوموجينس اللي هم ما بيبقاش فيهم نيكروزس ولا هيموج. طيب المجموعه دي بتشمل حاجه اسمها لو جريد استروسايتوما، لو جريد استروسايتوما او جريد 2 استروسايتوما. طيب ايه قصه الجريدنج دي؟ الدبليو اتش او بقسم البرين نيوبلازم الى 4 جريد، بحيث ان الاقلهم مالجنسي ده جريد 1 والاكثرهم مالجنسي ده جريد 4، فبالتالي ده تصنيف تبع الاي دبليو اتش او على حسب قد ايه في سيلر بوليمورفيزم وقد ايه في سيلر اتيبيا وقد ايه في مالجنانت سيلز موجوده في التيومرز. طيب اللو جريد استروسايتوما ده تبع الدبليو اتش او ده جريد 2 استروسايتوما. طيب من اسمه كده استروسايتوما يبقى طالع من الاستروسايت، والاستروسايت از ا جلايال سيلز اللي هي تبع النيوروبيثيليال تيومرز، سو ات از ا جلايال تيومرز طالع تبع النيوروبيثيليال ايه نيوروبيثيليال تيومر. طيب اللو جريد استروسايتوما بتتميز ان ليها تندنسي ان يحصل لها مالجنانت بروجريشن، يعني تبدا يحصل فيها مور ديجنريشن وتقلب من درجه اعلى من اللو جريد استروسايتوما او جريد 2 استروسايتوما تتحول الى مور مالجنانت سيلز. في عندنا درجتين تانيين من اللو جريد استروسايتوما، في جريد 3 دي جريد اعلى من الاستروسايتوما هناخدها كمان شويه، وفي جريد 4 من الاستروسايتوما. فاللو جريد استروسايتوما او الاستروسايتوما اللي هو اللو جريد دي ممكن يبقى ليها تندنسي ان يحصل لها مالجنانت ديجنريشن لي جريد اعلى سواء كان جريد 3 او جريد 4. طيب العيانين بتوع اللو جريد استروسايتوما عاده بيبقوا عيانين كبار شويه في السن من 20 ل 45 سنه، وعاده بيبرزنت باي سيجر او ابليبسي، دايما بيجي بسيجر او ابليبسي. لو التيومر طالع من في الحته بتاعه الموتور اريا ممكن يجي بباراليسيس، او طالع من الحته بتاعه السنسور اريا ممكن يجي بسنسور ديفيس، بس الاغلب بيجي بسيت او بريزنت باي سيجر. طيب شكل اللو جريد استروسايتوما هلاقي ان هو تيومرز ما فيهوش ارياز اوف ولا نيكروز ولا هيمرج زي كده، هوموجينس زي ما اتفقنا. كمان في حاجه مهمه جدا للو جريد استروسايتوما، ان هي ليها بريدليكشن للكورتيكال اند سب كورتيكال اريا، بالذات الكورتكس، واتفقنا ان مفيش حاجات كتيره بتانفولف الكورتكس. الحاجات اللي تانفولف الكورتكس في البرين اول ما الاقي في حاجه واخده الكورتكس لازم اركز فيها لان مفيش حاجات كتيره بتانفولف الكورتكس. قلنا المره اللي فاتت الانفاركشن، وتاني مره هنقول حاجه هو زي لو جريد استروسايتوما. اللو جريد استروسايتوما بتحب تانفولف الايه الكورتكس، كمان بتعمل اللي فيها حاجه مميزه جدا ان هي بتعمل اكسبانشن للكورتكس، تلاقي الكورتكس كده اكسباندد اتنفخت او بقت ثيكن. فدايما لو جريد استروسايتوما لما تانفولف الكورتكس تانفولف الكورتكس وتعمل ثيكنج واكسبانشن للكورتكس انفولف، ودي حاجه مهمه جدا للعيانين بتوع اللو جريد استروسايتوما. طيب عاده العيانين بتوع اللو جريد استروسايتوما دول بيحبوا الفرونتال والتمبرال لوب، ولكنهم غالبا بيرزيرف الاوكسيبيتال ما بيطلعوش في الاوكسيبيتال ايه اوكسيبيتال لوب. طيب العيانين بتوع اللو جريد استروسايتوما التيومر ده از فري ديفيوجن، ودي حاجه مهمه. ليه حاجه مهمه؟ عشان نفرق ما بينه وبين الانفاركشن. معظم البرين نيوبلازم از فري ديفيوجن، معظم البرين نيوبلازم از فري ديفيوجن. لو لقينا برين نيوبلازم از ريستريكتد ديفيوجن لازم نحفظه، وزي ما هنتكلم واحنا ماشيين في حاجات من برين نيوبلازم قليله فيها برين ديفيوجن، انما معظم البرين نيوبلازم ار فري ديفيوجن. في الحاله بتاعه اللو جريد استروسايتوما الديفيوجن مهم ليه؟ لان نفرق ما بين الانفاركشن، لان الاثنين ليهم كورتيكال بريدليكشن بينفولف الكورتكس، انما لو لقيت الليجن ده اللي انفولف الكورتكس في ديفيوجن ريستريكشن يبقى ده انفاركشن.
لو ما لقيتهوش ليه ديفيوجن ريستريكشن يبقى مش هفكر فيه انفكشن، هفكر فيه ان ممكن يكون حاجه تانية من ضمنهم اللو جريد استروسايتوم. خلاص. طيب قلنا ان اللو جريد استروسايتوما ات از هوموجينس ان ليجن، ويبقاش فيها لما تيجي تحقنها صبغه ما بتاخدش صبغه خالص، ذير از نو انهانسمنت بعد الصبغه وات ايفر. طيب لو عيان عنده لو جريد استروسايتوما ولقيت ان هو مع الفولو اب لقيت ان الليجن بدا ياخد صبغه، اعرف ان هو تحول من جريد 2 الى جريد 3 او اعلى، لان زي ما قلنا ان التيومر ده ليه تندنسي ان يحصل له مالجنانت ديجنريشن. هعرفه ازاي؟ ان لما الاقي بعد الصبغه بدا ياخد ايه، بدا ياخد صبغه، انما جريد 2 ما بتاخدش ايه، ما بتاخدش صبغه. وده من ضمن الحاجات اللي بيسموها المورفولوجيكال تشينجز، وده من ضمن الحاجات اللي بسميها مورفولوجيكال او اللي بشوفها مورفولوجيكال تشينجز في البرين نيوبلاست، اللي اقدر بيها اقول ان التيومر ده قلب لدرجه اعلى من الايه، من التيومر الاصلي اللي هي الانهانسمنت بعد الصبغه في اللو جريد استروسايتوم. زي ما اتفقنا ان الليجنز ده ما بيبقاش فيه ولا ارياز ولا نيكروز ولا هيموريدج، ده ويتد جريدينت ايمجز اهو، ما فيهاش اي بلومنج يعني ما فيهاش اي هيموريدج. وبالتالي لو لقيت فيه لو جريد استروسايتوما وانا عارف ان العيان ده لو جريد استروسايتوما ولقيت في الفولو اب بدا يحصل فيه ارياز اوف نيكروز وهيموريدج، اعرف ان هو قلب لاعلى درجه اعلى سواء جريد 3 او جريد ايه، جريد 4. وده بيقولنا من ضمن الحاجات اللي بيسموها مورفولوجيكال باترن، ان انا عرفت بيها او مورفولوجيكال تشينج اللي انا عرفت بيها ان التيومر ده بدا يقلب لدرجه اعلى، وجود الانهانسمنت بعد الصبغه في اللو جريد استروسايتوما ووجود الارياز اوف نيكروز اند ايه اند هيموريدج. طيب في حاجات مهمه في البرين نيوبلازم اللي هم زي الام ار اس والام ار برفيوجن، الحاجات دي مهمه في البرين نيوبلازم. وجبنا سيره الام ار برفيوجن المره اللي فاتت لما اتكلمنا في الاستروك عن البرامبرا، وجبنا سيره الام ار برفيوجن وعرفنا ان الام ار برفيوجن انا بعمله عشان اشوف البرفيوجن او كميه الدم اللي رايحه للبرين. ممكن اعملها في وجود البرين نيوبلازم واقدر اشوف كميه الدم اللي رايحه للنيوبلازم، هي هي خلاص. طيب العيانين بتوع اللو جريد استروسايتوما بتبقى كميه الدم اللي رايحه للنيوبلازم في اللو جريد استروسايتوما بتبقى قليله، فبيقولوا يوصفوا ان التيومر ده از ا هايبو برفيوزد. اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا بنرسم مابس، وكل ما كان الحاجه لونها ازرق كل ما تبقى هايبر برفيوزد، كل ما كانت الحاجه تبقى لونها احمر تبقى هايبر برفيوزد. وبالتالي النيوبلازم ده زي ما احنا شايفين لونه ازرق، سو از ا هايبو برفيوزد. لو عملت ام ار برفيوجن لعيان عنده لو جريد استروسايتوما ولقيت ان هو بدا يقلب لون احمر، اعرف ان هو قلب لجريد اعلى اللي هو جريد 3 او جريد 4 من الايه، من الاستروسايتوم. طيب مين ادق، المورفولوجيكال تشينج يعني وجود الانهانسمنت او النيكروز وهيمرج في الليجنز مورفولوجيكال تشينج، ولا البرفيوجنال تشينج ان الاقي الليجن بدل ما كان لو هايبر برفيوز بقى هايبر برفيوز؟ مين ادق توقعه؟ برفيوجن. برفيوجن هو ادق. وبالتالي حتى لو انا مش لقيت بعيني انهانسمنت بعد الصبغه ولا ارياز اوف نيكروز وهيمرج ولقيته في البرفيوجن تحول للون احمر او في حته بقت لونها لون احمر، اعرف ان هو قلب بهاي جريد من نيوبلازم من الاستروسايتوما عن الايه، عن المورفولوجيكال ايه، المورفولوجيكال. عشان كده اهميه الام ار برفيوجن في البرين نيوبلازم في الحاجات دي. طيب زي ما اتفقنا الموضوع مش بس مابس، مش بس خرائط، ده هو ممكن كمان بارامترز. البارامترز زي ايه؟ زي الريلاتيف سيربر بلاد فوليوم، يعني كميه الفوليوم بتاعت الدم اللي رايحه للنيوبلازم، واقدر اقيسها وبارقام واقدر اقارنها ما بين الناحيه دي والناحيه الثانيه، واقدر اشوفها هل هي اقل ولا ازيد من الناحيه ايه الثانيه، عشان اقدر اقول ده فعلا هايبر برفيوزد ولا اي هايبر برفيوزد. ولكن المابس تبقى تديني فكره كويسه عن شكل النيوبلازم اذا كان ده هايبر برفيوزد او هايبر برفيوزد. طيب الام ار اس برده مهم جدا في العيانين بتوع البرين نيوبلازم، وزي ما احنا عارفين في الام ار اس احنا بنشوف كميه من الميتابولايتس موجوده في الايه، في البرين نيوبلازم في او في البرين. من ضمن اشهر البرين او الميتابولايتس اللي بتبقى موجوده في ال 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 الام ار اس في البرين حاجه اسمها ان اي اي او ان استايل اسبارتيت. الان اي اي او الان استايل اسبارتيت ده بيقولوا ان ده ات از ان نيورونال ماركر. يعني ايه؟ يعني بيعلم النيرف تيشو، يعني لو وقيت ان اي اي اعرف انك بتتكلم في سي ان اس او نيرفس تيشو. خلاص. طيب الثاني ميتابولايتس مهم جدا هو الكولين. الكولين ده بيقول ان هو ده بيانديكيت قد ايه في سيلولر بروليفريشن. كل ما كان في سيلولر بروليفريشن بيبقى موجود في السيل ميمبرين، كل ما بيبقى في سيلولر بروليفريشن اعلى كل ما الكولين يزيد. وبالتالي اتوقع ان في البرين نيوبلازم
اللي هو فيه سيلولار بروليفريشن عنيف، اتوقع ان الكولين بيك تعلى، ولانه هو النيوبلازم بيعمل ديستراكشن لنيورونال تيشو، فاتوقع ان الان استايل اسبارتيت اللي هو النيورونال ماركر اللي هو يعبر عن نيرفس تيشو بيبدا يقل. فقرروا ان هم يحسبوا ريشيو ما بين الكولين والان استايل اسبارتيت، ويقولوا ان الريشيو دي اللي هي الكولين ان استايل اسبارتيت. في النورمال الكولين ان استايل اسبارتيت اقل من واحد، ليه؟ السيلولار بروفليشن ما بيبقاش كتير، والنيورونال ماركر اللي هو بيعبر على النيرف تيشو اللي هي لسه هيلثي وكويسه بتبقى ازيد. فبالتالي لو قسمت الكولين على ان استايل اسبارتيت زي كده، الكولين على ان استايل اسبارتيت هلاقيها اقل من ايه؟ واحد. ده نورمال، كولين اقل من ان استايل اسبارتيت. في اول ما بيحصل سيلولار بروفليشن وديستراكشن للنيرفس تيشو، الاقي ان الريشيو دي تبدا تتعكس، الاقي ان الكولين يعلى والان استايل اسبارتيت يقل، وبالتالي احسب الريشيو الاقي ان الكولين ان استايل اسبارتيت ريشيو قد الاقيها تبدا تعلى عن ايه؟ تبدا تعلى عن واحد. كل ما المالجننت بروجريشن او كل ما درجه المالجننسي في النيو بلازم تزيد، كل ما الريشيو دي تزيد، الكولين يبدا يزيد قوي والان استايل اسبارتيت يبدا يقل قوي، فلاقي ان الريشيو تبدا تزيد. فبيقولوا ان في اللو جريد استوتوما الريشيو بتبقى اعلى من واحد، ولكنها تصل لغايه واحد وثلاثة، ما تتعداش واحد وثلاثة. لو اتعدت اكتر من واحد وثلاثة اعرف ان هو قلب لدرجة اعلى زي جريد اتنين خلاص. وبالتالي الريشيو بلاقيها عالية الكولين ان استايل اسبارتيت ريشيو في العينين بتوع اللو جريد استوتوما تصل الى واحد وايه؟ واحد وثلاثة. طيب في ميتابولايت تاني مهم في البرينيو بلازم، اللي هو حاجة اسمها الام اي او المايو انيزيتول. المايو انيزيتول دي بيك بتبقى بعد الكولين كده، اسمها مايو انيزيتول. والمايو انيزيتول ده بيشبهوه في الكتب زي شوجر، ليه؟ او زي شبه السكر. ليه؟ لانه بيقولوا ان هو بيستهلك بالبرين سيلز، وبالتالي كل ما كان في سيلولر بروليفريشن ومالجنت ديجنريشن اعنف، كل ما هيستهلك المايو انيزيتول بشكل كبير، وكل ما المايو انيزيتول يقل. وبالتالي لو لقيت المايو انيزيتول بيك عاليه اعرف ان النيوبلازم ده از ا لو جريد نيوبلازم. ليه؟ لان هو ما فيش ميتابوليزم، ما بيستهلكش المايو انيزيتول فلاقيه عالي. وبالتالي عينين بتوع اللو جريد استروسايتوما اتوقع ان المايو انيزيتول بيك بتبقى عاليه. لو لقيت درجه اعلى جريد 3 او جريد 4 من البلازما، الاقي ان المايو انيزيتول بيبدا ايه؟ بيبدا يقل. رابع ميتابولايت من الميتابولايت المهمه اللي هو بيبقى عند رقم واحد تقريبا، اللي هو من ده اللي هو قبل ان استايل اسبارتيت، اللي هو بيسموه الليبيد واللاكتيت. وبيقولوا الليبيد واللاكتيت كل ما النيوبلازم بيبقى مور مالجنت، كل ما الليبيد واللاكتيت يعلى، خصوصا لو النيوبلازم ده بدا يحصل فيه ارياز اوف نيكروز وهيمرج، لان هو بيأكيوميليت ما بيعرفش ايه، ما بيعرفش يخرج. فكل ما النيوبلازم بيبدا يتحول لدرجه اعلى، كل ما نسبه الليبيد واللاكتيت تبدا ايه؟ تبدا تزيد. طيب زي ما قلنا الام ار اس والام ار برفيوجن دولت ادق من المورفولوجيكال تشينج في النيوبلازم عشان اعرف ان هو قلب ليه درجه اعلى من الايه؟ من التيومر. طيب اللو جريد استوسايتوما صحيح بتحصل سوبرا تنتوريال، واحنا كنا بنتكلم على كل التيومرز اللي بتاع السوبرا تنتوريال النهارده اللي مطلعين من السيربرال هيمسفير، بس في بعضهم بيحصل انفرا تنتوريال. ولكن الحقيقه الانفرا تنتوريال دول بيبقوا غالبا بيبقوا جايين بينفولف البرين ستيم، وبيبقوا مشهورين جدا بحاجه اسمها برين ستيم، تحت موضوع اسمه برين ستيم جليوما، بيحصل في الاطفال خلاص، وبيعمل نفس المنظر زي ما كان بيكسباند الكورتكس، بيعمل اكسبانشن بيتميز ان هو ينفخ الايد برين ستيم. فدايما البرين ستيم جليوما تعمل اللي هي نوع من انواع لو جريد استروسايتوما، لو جت انفرتوتوريال تيجي في الاطفال وغالبا تيجي في البرين ستيم وتعمل اكسبانشن، وينطبق عليها نفس الكرايتيريا بتاعه اللو جريد استروسايتوما من حيث الصبغه ومن حيث عدم وجود الاريز اوف نيكروز اند ايه اند هيموراج والهايبو برفيوجن والام ار اس كرايتيريا بتاعه الايه بتاعه اللو جريد استروسايتوما. طيب كنا قلنا في اول محاضره لما كنا بنتكلم على الفوك كورتيكال ديسبليزيا خلاص، كنا قلنا ان هي لازم نحط ديفرنشال دايجنوز معها اللو جريد استوتوما. السلايد دي جايبها من نفس السلايد بتاعت اول محاضره خلاص. وكنا قلنا ازاي نفرق او ازاي نقدر نفرق ما بين الفوك كورتيكال ديسبليزيا واللي هي دي واللو جريد استوتوما، خصوصا ان الاثنين بين كورتيكال وسب كورتيكال، والاثنين عاده بيبرزنت باي سيجر. كنا قلنا التفريق بتبقى صعبه ومش سهله، بس قلنا للعيانين بتوع الفوكا كورتيكال ديسبليزيا عاده بيجوا في سن اصغر، انما العيانين بتوع لو جريد استوتوما بيجوا في سن اكبر. كنا قلنا لو احترنا خالص ممكن نعمل حاجه اسمها زي الام ار اس، نلاقي الليفيتد كولين.
كنا قلنا في ساين مهمه جدا للفوكوكورتيكال ديسبليزيا تكاد تكون مخطوب نمونيك ليها اللي هو ترانسمنتال ساين، انك تلاقي في باند كده اوف ابنورمال سيجنال جايه من الليجن رايحه للفنتريك. الباند دي لو لقيتها دي غالبا بتاعه الايه، بتاعه الفوكوكورتيكال ديسبليزيا، بس هي مشكلتها ان هي ما بتبقاش موجوده في كل الحالات بتاعه الفوكوكورتيكال ديسبليزيا. المهم الموضوع التفرقه بتبقى صعبه، ولكن دي من ضمن الديفرنشال دايجنوز، دي الطرق اللي زي نفرق بين الاثنين من بعض. طيب دي كانت اول مجموعه اللي هي المجموعه اللي بيبقاش فيها هيموريدج ولا نيكروز اللي هم بيسموهم هوموجينس ليجن. طيب المجموعه الثانيه اللي بتبقى فيها هيتروجينس ليجن اللي بيحصل فيها areas of necrosis and hemorrhage. المجموعه الثانيه اللي هي بيبقى فيها areas of necrosis and hemorrhage عامل السن ده عامل مهم جدا، لان في اثنين فيهم بيحصلوا في سن كبير وفيهم اثنين فيهم بيحصلوا في سن صغير. مين هما؟ عندي الاستروسايتوما، ولكن انا بتكلم في المجموعه دي على استروسايتوما فيها areas of necrosis and hemorrhage، يبقى انا عارف ان انا بتكلم على جريد 3 او جريد 4. ليه؟ لان بدا يحصل فيها areas of necrosis and hemorrhage، الجريد 2 ما بيحصلش فيها areas of necrosis and hemorrhage. او حاجه اسمها اوليجودندروجلايوما جريد 2 او جريد 3، الاثنين بيبقى فيهم areas of necrosis and hemorrhage. الاثنين دول بيحصلوا في سن كبار كبير. طيب في اثنين تانيين حاجه اسمها البنت او سوبرا تونتوريال بنت اللي هو بريميتيف نيورو اكتوديرمال تيومر، اللي هو بيشبه حاجه اسمها هناخدها المره الجايه في الانفراتونتوريال حاجه اسمها المدلو بلاستوما، وحاجه اسمها اختها على طول اللي هي اسمها اتيبيكال تيراتويد رابدويد تيومز. الاثنين دولت بيحصلوا في سن صغير وبيبقى فيهم ارياز اوف نيكروز وهيمرج، وبالتالي السن او عامل السن في المجموعه بتاعت الهيتروجينس دي مهم. لو لقيت نيوبلازم في ارياز اوف هيمرج ونيكروزس اسال على في السيربر هيمسفير، بص على سن العيان. لو زيته في سن كبير يبقى انت بتتكلم في حاجه من اثنين، لما يكون استروسايتوما جريد 3 او جريد 4، او اوليجودندروجلايوما جريد 2 او جريد 3، او لو كان في سن صغير يبقى انت بتتكلم على البنت او اتيبيكال تيراتويد رابدويد تيوم. طيب الاستروسايتوما اللي هي جريد 3 اللي هم بيسموها انابلاستيك استروسايتوما، ما هي الا عباره عن مالجنانت ترانسفورميشن للجريد اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي لو جريد استروسايتوما. وكنا قلنا زي ما قلنا ان هي العيانين دولت يعتبروا اتز اجلايد تيومر وتبع نيورو ايبيثيليال تيومر اللي مطلعين من الاستروسايت. طيب كمان زي ما قلنا ما هي الا عباره عن مالجنانت ديجنريشن او تحول لو جريد، فالعيانين اللي هم بيبقوا عارفين ان هم عندهم لو جريد استروسايتوما الاقي كلينيكالي مره واحده حصل له ديتيريوريشن للايه للسيمبتومز، فاول ما يحصل له ديتيريوريشن للسيمبتومز رابيدلي اعرف ان ممكن كلينيكالي ان ده ممكن يكون التيومر ده قلب بايه بدرجه اعلى من الايه من النيوبلازم. طيب السن زي ما اتفقنا ان هما الاثنين الاولانيين دول بيبقوا في سن ايه سن كبير. طيب هلاقيها ازاي في الشكل؟ هلاقيها ان هي شبه اللو جريد استروسايتوما اللي هي جريد 2، ولكن بدا يحصل فيها ايه، بدا يحصل فيها areas of necrosis and hemorrhage، يعني تيجي كورتيكال وسب كورتيكال والاقي فيها بدا يبقى فيها areas of necrosis and hemorrhage. اجي احقنها صبغه الاقي ان هي بدات تاخد كونتراست انهانسمنت بعد الصبغه، الكلام ده ما كانش موجود في اللو جريد استروسايتوما. طيب بالظبط اللي هو مورفولوجيكال تشينج، هنلاقي ان في اللو جريد استروسايتوما الانفولفمنت اوف ذا ديب وايت ماتر بقى اكتر، يعني بدات تخش شويه لجوه، بدات تسرح بدل ما بقت بس كورتيكال وسب كورتيكال، لا بدات تاخد كمان كورتيكال وسب كورتيكال وبدات تسرح ايه؟ بدات تسرح شويه تاخد شويه في الديب وايت ديب وايت ماتر. بس بتعمل نفس الكرايتيريا بتاعه اللو جريد استروسايتوما في موضوع الاكسبانشن والثيكنينج بتاع الكورتكس، هي هتنفولف الكورتكس وهتعمل برضه ثيكنينج واكسبانشن، ولكن الفرق زي ما قلنا ان بدا يحصل فيها ارياز اوف نيكروز وهيمرج وبدا هي تاخد صبغه بعد الايه او كونتراست بعد الايه بعد الصبغه. طيب لو عملت لها ام ار برفيوجن، لو عملت لها ام ار برفيوجن الاقي ان التيومر ده بدا يبقى لونه ايه، بدا يبقى لونه احمر يبقى هايبر برفيوز، وبالتالي الهايبر برفيوجن ده الثاني كان بيبقى لو برفيوجن او هايبر برفيوز، خلاص التالي هايبر برفيوجن ده من ضمن الساين ان انا اعرف ان هي قلبت ليه جريد ايه جريد 3 استروسايتوما. طيب لو عملت لها ام ار اس هلاقي ان النسبه بتاعت الكولين لان استايل اسبارتيت عليت قوي، فلاقي ان الكولين بقى عالي خالص ولان استايل اسبارتيت وطي خالص، ولاقي ان الريشيو بدات تبقى اكتر من 1:3 ولكن لا تتعدى 2.5 عشان ما تبقاش درجه اعلى من اللي هو الجريد 4 نيوبلازم، خلاص. طيب والاقي ان المايونيزيتول بيك بدات تقل، والاقي ان الليبيد لاكتيت بدا ايه، بدا الليبيد لاكتيت بدا ايه، الليبيد لاكتيت بدا يزيد، خلاص. خلي بالكم هنا الليبيد لاكتيت مقلوب، الليبيد لاكتيت هنا مقلوب، حد عارف ليه؟
اه بالظبط. هو احنا عندنا بناخد 3 كيرفات، كيرف عند شورت اي، وكيرف عند انترميديت اي، وكيرف عند لونج تي اي. خلاص طيب. على حسب التي اي، انت عارفين التايم اوف ايكو ده في الفيزيكس يعني. خلاص طيب. في الشورت واللونج، الليبد واللاكتيت الاثنين بيبقوا البيك بتاعهم لفوق. خلاص في الانترميديت البيك بتاعتهم بتقلب، بتاعت اللاكتيت بتقلب، حتى هما الليبد واللاكتيت الاثنين بيكس بي اوفرلاب عن بعض. في اللي بيقلب في الانترميديت كيرف اللي هو الانترميديت تي اي، هو اللاكتيت والليبد بيفضل موجود، وبالتالي القلب ده بعرف ان هو لاكتيت. المهم يعني اللي اقصده هنا ليه البيك هنا لتحت، وبرغم ان هي لتحت انا بقول لكم ان هي اليفيتد، لان هو المفروض يعني لو بصيتوا عليها في الشورت او اللونج هتلاقيها لا مقلوبه وعاليه يعني. بس مهم الليبد واللاكتيت بيعلو في الايه، في العينين بتوع الايه، بتوع كل ما النيوبلازم يزيد في يعلى في الدرجه بتاعت النيوبلازم بتاعته. طيب الجريد الاعلى اللي هي الجريد 4 استروسايتوما، او المشهوره خالص بالجي بي ام اللي هي جلايوبلاستوما مالتي فورم. خلاص ما هي الا عباره عن جريد 4 او مالجنان ديجنريشن اكتر للجريد 3. خلاص وزي ما اتفقنا ان بتحصل في سن اصغر اكبر كبير يعني. الفكره في حاجه، الفكره ان هي جلايوبلاستوما او جي بي ام ممكن تبقى دي نوفو، يعني مش شرط تبقى جلو جريد وبعد كده انا بلاستيك وبعد كده لا، ممكن تبدا مره واحده جلايوبلاستوما مالتي فورم. وزي ما اتفقنا الجلايوبلاستوما بتحصل في سن كبير، مفيش جلايوبلاستوما بتحصل في سن صغير، انما ما بيحصلش. فالجلايوبلاستوما لازم سن، بيبقى سن ايه؟ سن كبير. طيب العيانين بتوع جلايوبلاستوما هلاقيه ازاي؟ الاقي ان في ليجنز، في برضو ارياز اوف نيكروز هيمرج، لان الجروب دي قلنا الارياز بتلتزم ان فيها ارياز اوف نيكروز هيمرج، ولكن الارياز بتاعت نيكروز والهيمرج في الجلايوبلاستوما بتتمركز في السنتر، ولاقي ان بعد الصبغه ياخد البريفري ياخد صبغه، فتيجي دي منظر مشهور خالص اللي هو الريجولار رينج انهانسنج ليجن، اللي هو المنظر ده ان البريفري واخد صبغه والستر ما خدش صبغه لان في ارياز اوف نيكروز اند هيمرج، ويدي المنظر بتاع الريجولار رينج انهانسنج ايه، رينج انهانسنج ليجن. الجلايوبلاستوما لما عم تعملها ديفيوجن ديفيوجن ويتد ايمجز هتلاقيه تيز فري ديفيوجن زي معظم النيوبلازم ما اتفق. والكلام ده مهم، الكلام ده مهم جدا ليه؟ عشان يفرقها ما بين البرين ابس بالظبط. الاثنين ار رينج انهانسنج ليجن صحيح، برين ابسس ده بيبقى الول بتاعه سموس وحلو وبتاع، بس ما تعتمدوش على كده، اعتمدوا على الديفيوجن. لو لقيتوا في رينج انهانسنج ليجن في ديفيوجن ريستريكشن اتس ان ابس، لو ما لقيتوش فيه يبقى ده ممكن يكون اتس ا جلايوبلاستوما مالتي فورم. الجلايوبلاستوما مالتي فورم ما فيهاش ديفيوجن ريستريكشن، ودي حاجه مهمه. طيب الجلايوبلاستوما مالتي فورم تبتدي ان بيبقى حواليها اديمه محترمه، خلاص تلاقي فيها فازوجينيك اديما حواليها، وبيبقى معاها اسوشيتد معاها ماس افكت عنيف زي كومبريشن وافيسمنت للسلساي، وممكن يبقى فيها معاها انترا سيربرال هيرنيشن زي ما اتكلمنا عليهم المره اللي قبل اللي فاتت. طيب الجلايوبلاستوما مالتيفورم تمتاز من ضمن الحاجات اللي بتمتاز ان هي تانفيد الكورباس كالوزم زي كده وتكروس الناحيه الثانيه، وليها اسم مشهور اللي هو باتر فلاي جلايو ما شبه الفراشه. فهي من ضمن الحاجات اللي بتانفلتريت سواء الجينو او الكورباس كالوزم عموما او الفورسبس ميجر اهو، خلاص بتانفلتريت الكورباس كالوزم وتعدي الناحيه الثانيه. في حاجات تبقى مشهوره ان هي بتانفلتريت الكورباس كالوزم، من ضمنهم جلايوبلاستوما مالتيفورم. حد يعرف اثنين كمان مشهورين؟ ليمفوما وحاجه كمان، بعض الدي مايليتنج ديزيزز زي التيوموفاكتيف ام اس لما تبقى قريبه من الكورباس كالوزم ممكن تعدي وتانفلتريت وتعدي الناحيه ايه، الناحيه الثانيه. فدول الديفرنشال ثلاثه اللي بينفلتريت والكوربس كلوز وممكن يعدي الناحيه الثانيه. طيب لا مش ده هيبقى مش صح، مش هيبقى غلط، لان غالبا زي ما قلنا فيهم نكروز وهامرج، والجزء البريفيرال تيشو برده مش بيبقى فري او مش بيبقى ترو ديفيوجن ريستريكشن، ممكن تلاقيهم يعني هتلاقيهم شويه عاليين في الـ في الـ في الـ في الديفيوجن صحيح، بس ده ات از نوت ا ترو ديفيوجن ريستريكشن. وبعدين مش ده الاساس او مش ده اللي يهمنا، اللي يهمنا عشان نفرق ما بين الابسس هو السنتر. لو السنتر في ديفيوجن ريستريكشن يبقى ده ابسس، لو السنتر ما فيهوش لان ده في نكروز وهامرج يبقى ده مش ايه، مش ابسس. بس ممكن فعلا الول بتاع الجلايوبلاستوما ممكن تلاقي فيه شويه ارياز اوف ديفيوجن ريستريكشن. طيب
العينتو جلوبلاستوما مارتي 4 او جي بي ام ممكن تبقى مشهور معاها حاجه اسمها ترانس ابيندايمال سبريد، تنتشر مع السي اس اف وتعمل ترانس ابيندايمال لاين الفنت، تلاقي فيه انهانسمنت واخد البنتريكل، تلاقي فيه انهانس تسرح مع السي اس اف وتلاقي فيه انهانسمنت للكورد للسباينال كورد والمينينجيز بتاعت السباينال كورد، بيسموهم سي اس اف سبريد. خلي بالكوا ان في تيومرز مشهوره خالص ليه بالموضوع ليبتو منينجر ايه ليبتو منينجر سبريد، من ضمنهم دي، وفي واحده كمان شويه هناخدها ان شاء الله. نعم لا اللي بندايمو منها بالظبط، بس مش هاخدها النهارده، في واحده هناخدها كمان دي هناخدها المره الجايه اللي بندايمو في واحده كمان. نعم الميدالو بلاستون او اللي شبهتها اللي هي هنا النهارده هناخدها اللي هي البنت خلاص. فالترانسيب الدايمات دي مهمين ليه؟ قال من ضمن الحاجات اللي بتعمل سي اس اف سيدلي الجلايوبلاستوما مالتي فورم. طيب الجلايوبلاستوما مالتي فورم لو عملت لها بروفيوجن هلاقيها طبعا هايبر بروفيوز، ده هاي جليد نيوبلازم في نيو فاسكولاريزيشن، وزي ما اتفقنا ان بس الهايبر بروفيوجن بتاع الجلايوبلاستوما الاقيه في البريفري بس، لان السنتر اللي فيه نيكروز وهيمرج ما بيبقاش فيه ايه، ما بيبقاش فيه هايبر، بلاقي ان الحاجات الحمراء غالبا متركزه في الايه في البريفري، بينما السنتر ما بيبقاش ايه ما بيبقاش فيه هايبر بروفيوجن لانه عباره عن ارياز اوف نيكروز اند ايه اند هيمرج. الام ار اس طبعا الكولين ان اسبرتيت تعلى خالص، تبقى الريشيو اعلى من 2.5 خلاص، في ريشيو بتوصل ل 8 خلاص، فالريشيو بتعلى في الكولين ان اسبرتيت ريشيو، ولا ان المايونيز دول بدا البيك بتاعه ديبرست، ولا ان الليبيدو اللاكتيت بدا البيك بتاعتهم برضو بدات تعلى خالص في العينين بتوع الايه بتوع الجلايوبلاستوما. طيب في حاجه اسمها جلايوماتوز سيربراي. الجلايوماتوز سيربراي ما هو الا عباره عن جريد 2 او جريد 3 او جريد 4 من الاستروسايتوما اللي احنا لسه مكلمين عليهم، ولكن الفرق واحد بس ان هو بدا ينفولف على الاقل 3 لوبس، بسميهم جلايوماتوز سيربراي. وبالتالي ايا كان الاستروسايتوما لما تسرح وتاخد 3 لوب يسموها جلايوماتوز سيربراي. وبالتالي جلايوماتوز سيربراي ما هو الا عباره عن استروسايتوما بس خدت ايه بقت مور اكستنسيف وخدت 3 لوب، زي كده لقيت ان هي واحده هنا خدت الفرونتال بتاع الناحيه دي وبدات تاخد الاكسند على البرايت لوب، وبدات تكروس الناحيه الثانيه والفرونتال لوب بتاع الناحيه الثانيه خدت 3 لوب وبدات تنفولف التمبرال خدت 3 لوب او اكتر، ده بيسموها اتس ا جلايوماتوز ايه جلايوماتوز سيربراي. ينطبق عليها نفس الساينز والراديولوجيكال ساينز بتاعه جريد 2 لو هي جلايوماتوز سيربراي جريد 2، لو هي جريد 3 يبقى ينطبق نفس البتاع نفس يعني بالمورفولوجيكال تشينج، بدا يبقى فيها نيكروز وهي موجه وتاخد الانصب، يبقى اعرف ان هي بدات تعلى عن ايه عن جريد 2 بقت جريد 3 وهكذا، يعني نفس الساينز اللي بتاعت جريد 2 وجريد 3 هي نفس الساين، بس الفرق بس ايه اللي هي ان هي بدات تبقى مور اكسسيف وتاخد ايه تاخد ارياز اكتر، وممكن وهي في سكتها تاخد البيزل جانجلي او الثلاميك جري وايت ماتر جري ستراكشر جري ماتر ستراكشر زي البيزل جانجلي والثلاميك، ممكن تاخد البرين ستيم معاها ومفيش مشكله لان هي بتبقى مور اكستنسيف وتقدر تاخد حاجات تانية غير الكورتكس والساب كورتكس. طيب الاعتماد في الجلايوماتوز سيربراي عاده بنعتمد عليهم عشان اعرف الجريد بتاعتها ان احنا نعمل ام ار اس او ام ار برفيوجن، لو لقيت الليجن ده هايبر برفيوز يبقى اعرف ان ده اتز ا جريد اعلى من الايه من الجلايوماتوز سيربراي، او انك تعمل ايه ام ار اس زي هنا مثلا ده جلايوماتوز سيربراي لقيت ان النسبه بين الكولين ان اسبرتيت قليله فتعرف ان ده لو جريد، لو لقيت الريشيو بدات تزيد زي كده يبقى اعرف ان ده هاير جريد، لو لقيت الريشيو بدات تزيد خالص يبقى اعرف ان هو مور اند مور هاير جريد. وزي ما اتفقنا على الارقام ان لغايه 1 و3 يبقى انا بتكلم في لو جريد، من 1 و3 ل 2.5 بتكلم في انترميديت جريد، لو اعلى من 2 و3 يبقى انا بتكلم في هاير ايه هاير جريد زي جريد 4. طيب تاني تيومرز بيبقى فيه ارياز اوف هيموراج ونيكروز، ما ننساش احنا بنتكلم على المجموعه اللي فيهم ارياز اوف هيموراج ونيكروز، اتكلمنا على الاستروسايتوما جريد 3 او جريد 4، ونتكلم على الاوليجودندروجليوما. الاوليجودندروجليوما زي ما اتفقنا هو تيومر طالع من او الاوليجودندروسايتوما هو طالع من الاوليجودندروسايت اللي هي ليها اهداب اللي هي مسؤوله عن تكوين المايلين بتاع الخليه، وقلنا ان الاوليجودندروسايت دي عباره عن اتس اجلايال تيومر وتبع نيور ابيثيليال تيوم. طيب الاوليجودندروجليوما او الاوليجودندروسايتوما دي فيها 2 جريدز بس، جريد 2 وجريد 3، ما يبقاش فيها جريد 4 زي الاستروسايتوما، جريد 2 وجريد ايه جريد 3. طيب بتحصل في سن كبير زي ما اتفقنا، بتحصل في سن كبير مش بتحصل في سن صغير. طيب الاوليجودندروجليوما من اول جريد 2 فيها ارياز اوف نيكروز وهيمرج، الثانيه كانت الاستروسايتوما جريد 2 ما كانش فيها ارياز اوف هيمرج ونيكروز صح، جريد 2 بتاعت الاستروسايتوما ما كانش فيها ارياز اوف هيمرج ونيكروز، جريد 2 من اوليجودندروجليوما بيبقى فيها ارياز اوف نيكروز اند هيمرج.
الاوليجودندروجليوما بتمتاز بحاجه مهمه جدا لوجود الكالسيفيكيشن. وبالتالي لو لقيت ليجن في ايريز اوف نيكروز اند هيمرج ومعاه كالسيفيكيشن يبقى ده يشخص بيه اوليجودندروجليوما، خصوصا لو كنت في سن كبير. وبيقولوا لو لقيت كالسيفايد ماس ليجن ان افرونتال لوب ان ان ادلت واحد كبير يبقى ذيس از ا اوليجودندروجليوما. وبالتالي الاوليجودندروجليوما تيومر بيمتاز بوجود الكالسيفيكيشن، يبقى تيومر بيمتاز بوجود الايه، بوجود الكالسيفيكيشن، دي اهم حاجه بالاضافه طبعا الى ايريز اوف نيكروز اند هيمرج. الكالسيفيكيشن في الام ار اي بيبقى شويه صعب، بس ممكن تدكت انك تلاقي حاجات له شويه سيجنال في الايه، في التي 2، ولكن طبعا تشخيصه في السي تي بيبقى ايه، بيبقى اسهل بكتير من الام ار اي. زي ما اتفقنا في الديفيوجن ات از ا فري ديفيوجن زي معظم الايه، زي معظم البرين نيوبلاست. الاوليجودندروجليوما بعد الصبغه تبدا تاخد صبغه من اول جريد 2، يبقى جريد 2 فيها ارياز اوف نيكروز وهيمرج وفيها صبغه او فيها كونتراست انهانس. وبالتالي عشان اقدر افرقها ما بين جريد 2 لجريد 3 بالمورفولوجي مش هعرف. انا الحاجتين اللي كنت بعتمد عليهم في المورفولوجي عشان افرق جريد 2 استوسايتوما من جريد 3 اللي هي بريكنج داون نيكروز والانهانس بعد الصبغه، ده موجود من اول جريد 2 في الاوليجودندروجليوما. هعتمد على ايه؟ زي هي الصبغه هي. هعتمد على ايه؟ هضطر ان انا اعتمد على الايه، ده الجريد 3 اللي هي بتاعت الاوليجودندروجليوما فيها صبغه وفيها ايريز اوف نيكروز وامامج او فيها كالسيفيكيشن. خلاص؟ هعتمد في الكونفنشن مش هقدر افرق ما بين الاثنين. هعتمد على الام ار برفيوجن او الام ار ايه؟ الام ار اس. لو لقيت الليجن بدا ياخد بيبقى هايبر برفيوز اعرف ان ده جريد 3 اوليجودندروجليوما. لو هو لسه هايبر برفيوز يبقى ده جريد 2 اوليجودندرو ايه؟ اوليجودندروجليوما. وبالتالي مورفولوجيكال تشينج ما بقدرش اعتمد عليه في الحيوانين بتوع الاوليجودندروجليوما عشان افرق اذا كان ده جريد 2 او جريد ايه؟ جريد 3. لا اما تعمل ام ار اس، لا اما تعمل ايه؟ ام ار برفيوجن زي كده، ام ار اس الكولين النصبات لما تلاقي تعلى يبقى ده الجريد 3. وكمان بيقولوا وجود الليبيد واللاكتيتس ده من ضمن الساين المهمه جدا انك تقول ان دي جريد 3 مش جريد ايه، مش جريد 2. لو لقيت ليبيد واللاكتيت بريك عاليه اعرف ان ده جريد 3 مش جريد 2 اوليجودندروجليوما. طيب تالت تيومر بيبقى فيه ارياز اوف هيموجونيكروزس ولكن بيحصل في سن صغير. يبقى احنا اتكلمنا عن اثنين تيومرز بيحصلوا في سن كبير فيهم ارياز اوف هيموجونيكروز، استروسايتوما جريد 3 او جريد 4 واوليجودندروجليوما جريد 2 او جريد 3. دول اثنين بيطلعوا في سيربر هيمسفيرز فيهم ارياز اوف نيكروز وهيموج ولكن في سن كبير. لو لقيت فيهم كالسيفيكيشن تبقى اوليجودندروجليوما، ما لقيتش فيهم كالسيفيكيشن تبقى غالبا ايه، استروسايتوما. طيب لو لقيت التيومر ده في ايريز اوف هيموجونيكروز طالع من السيربر هيمسفير ولكن في سن صغير، خلاص يبقى انت عندك حاجه من اثنين، حاجه اسمها البنت اللي هو سوبرا تنتوريا بريميتيف نيورو اكتوديرما تيومر، واختها حاجه اسمها اتيبيكا تيراتويد رابدويد تيومر. الاثنين شبه بعض. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب البنت مهم جدا نعرف ان الخلايا بتاعتها زي ما قلنا انتيز ان امبريونال تيومر طالع من الامبريونيك سيلز بتاعت النيورو ابيثيليال سيلز زي ما اتفقنا في الاول خالص، وقلنا ان هو ده امبريونال تيومر تبع نيورو ابيثيليال تيومر. الخلايا بتاعه البنت مهم جدا نعرف في الهيستوري بتاعتها ان هي بتبقى فيري ويل باك زي كده، بتبقى كلوز تو ايتش اذر وبتبقى باكت جدا. الكلام ده مهم ليه؟ لان لما هنشوف الشكل بتاعها من ضمن المميزات اهم المميزات بتاع البنت ان هي فيها ديفيوجن ريستريكشن. ليه؟ لان الخلايا بتبقى قريبه من بعض ما تسمحش ان الميه تتحرك في الفري، في فري موفمنت اوف ووتر، وبالتالي بتبقى غالبا فيها ديفيوجن ايه، بتبقى فيها ديفيوجن ريستريكشن. ودي حاجه مهمه. العيانين دول غالبا الصغيرين دول بيجي بمانيفيست غالبا بسيجر او زي ما قلنا لو جت في الموتور اريا تبقى الموتور ديفيست. بشخصها ازاي؟ بشخصها بلاقي ان في ليجن طالع بالسيريبر هيمسفير بيمتاز بحاجتين، غالبا بيبقى لارج جدا زي ما احنا شايفين كده، طبعا في ايريز اوف نيكروز هيمرز زي ما اتفقنا، بيبقى لارج ليجن بس بالاضافه الى كده واهم ساينز فيه ان هو ذير از ا ديفيوجن ريستريكشن. وبالتالي لو لقيت سيربرال هيمسفير ماس ليجن في ولد صغير فيها ايريز اوف نيكروز وهيمرج، بص على الديفيوجن، لو لقيته ديفيوجن ريستريكشن يبقى ذيس از ا بنت، ما فيهاش ديفرنشال دايجنوزيس تاني. يبقى البنت ولد صغير عنده ماس ليجن في ايريز اوف نيكروز اند هيمرج وبالاضافه الى الديفيوجن ايه، فيها ديفيوجن ريستريكشن وبتبقى غالبا بتبقى ليها لارج سايز، بتاخد لارج سايز زي كده. طيب ده الارياز اوف نيكروز اند هيمرج. وزي ما اتفقنا ان احنا عشان تشوف اذا كنت وبتاخد طبعا صبغه انهانسمنت بعد الصبغه،
عشان تقدر تحدد الصبغه بقى في وجود الهيموريج بنعمل ايه؟ بنعمل سبتراكشن صح؟ يعني انا لو الليجن في اريز اوف هيموريج وعايز اعرف اذا كان خد صبغه ولا ما خدش صبغه بعمل ايه؟ بعمل حاجه بدي له صبغه واعمل حاجه اسمها سبتراكشن. ليه؟ لان الليجن في التي 1 في الاول في هيموريج فيبان هاي في التي 1. طيب لو بعد الصبغه برضو هلاقيه هاي في التي 1 لان هو من الاصل كان هاي، فانا مش عارف هل هو من الاصل هاي لانه في هيموريج ونيكروز لان هو من الاصل كده، ولا هو خد صبغه فبان هاي بعد الصبغه. فاعمل ايه؟ بعمل سبتراكشن، اطرح البوست كونتراست من البري كونتراست. لو لقيت الليجن لسه منور في البوست كونتراست سبتراكشن بعد الطرح ده يبقى اكيد ايه؟ يبقى ده اكيد صبغه. لو ما لقيتوش منور يبقى ما خدش ايه صبغه. ماشي؟ طيب الليجن ده ممكن يبقى فيه كالسيفيكيشن، ممكن يبقى فيه كالسيفيكيشن. طيب هل ازاي افرقه بقى ما بين الاوليجودندروجلايومال بنتاز بكالسيفيكيشن؟ سن طبعا، البنت ده سن صغير، وكمان ده غير السايز، لا الاوليجودندرو متوصل احجام كبير ديفيوجن. انا يا جماعه لما تتكلموا بنت لازم تجيبوا بقوه سيره الديفيوجن، يعني الديفيوجن في البنت دي حاجه مهمه، وبالتالي لازم ترسخ في دماغك كده لما نتكلم على البنت الديفيوجن دي حاجه مهمه ومش حاجه كتير، يعني مفيش برين نيو بلازم كتير بيبقى فيهم ديفيوجن ريستريكشن، وبالتالي لما تجيب لك بنت بص على الديفيوجن لازم يبقى فيه ديفيوجن. ماشي؟ طيب اهو البنت والبنت هي المدال البلاستوم، يعني البنت ما هما هو الاثنين، المدال البلاستوم والبنت الاثنين واحد، البريميتيف نيوريك ديرماتيوم والمدال البلاستوم الاثنين واحد، بس المدال البلاستوم بتحصل في السيريبيلا او الانفنتوريا والبنت بيحصل سوبرا تنتوريا، الاثنين واحد خلاص. الاثنين بيمتازوا بممتازين جدا بسي اس اف سيدلينج، فتلاقي ممكن العيان دوت يبقى عندهم ايه سي اس اف سيدلينج زي كده ليبتومينجل انهانسمنت، ممكن يوصل للسباينال كورد، لدرجه ان في ناس قبل ما تعمل جراحه بتوع الجراحين لازم يطلبوا ام ار هول سباين عشان يتاكدوا ان العيان ما عندهمش سي اس اف سيدلينج. فيري كومن مع العيان بتاع المدال البلاستوما او البنت ان يحصل سي اس اف سيدلينج، ضمن الاوامر مشهوره جدا ان يحصل فيهم سي اس اف ايه سي اس اف سيدلينج. طيب اختها بالظبط اللي هي اتيبيكال تيراتويد رابدويد تيومر دي اخت البنت بالظبط، ويبقى الفرق الوحيد بنفس الخلايا بنفس الباكت بتاع الخلايا او الباك الكلوز سيلز كده زي ما احنا شايفين بنفس السن، بس الفرق الوحيد بس هو الايه السن. لو لقيت الماس اللي فيها اريز اوف نيكروز وهيموريج فيها ديفيوجن ريستريكشن نفس الديفيوجن بتاع البنت، الفرق الوحيد اقل من 3 سنين. لو لقيت الليجن ده اقل من 3 سنين اللي شبه البنت اقل من 3 سنين يبقى ده اتيبيكال تيراتويد رابدويد، لو اكتر من 3 سنين يبقى ده بنت تيومر. خلاص يبقى الفرق الوحيد ما بين الاتيبيكال تيراتويد رابدويد والبنت هو السن، اقل من 3 سنين اتيز اتيبيكال تيراتويد، لو اكتر من 3 سنين اتيز ا بنت، بنفس السي اف سيدلينج البوسيبيليتي او الانستنس بتاعها كل حاجه، هما الاثنين اخوات. نعم ممكن او يحصل سوبرا وانفرا، لما هقول لكم في الانفرا ميدال بلاستوما المره الجايه هقول لكم اختها تيبيكال تيراتويد رابدويد تيومر لو السن اقل من 3 سي 3 سي، نفس الاخوات، ما انا ميدال بلاستوما هي البنت بس الفرق ده والاتيبيكال اختهم. خلاص فيها ديفيوجن ريستريكشن، هم اهو بصي انكلود اتيبيكال تيراتويد رابدويد وينيفر بنت از ا دايجنوستيك بوسيبيليتي، اول ما تفكر في البنت بكل الكرايتيريا بص على سن العيان الاول، لقيته اقل من 3 سنين يبقى اتيبيكال تيراتويد، لو اكتر من يبقى ده بنت. خلاص ده اللو اي دي سي اللي هو بتاع ديفيوجن ريستريكشن بتاع الايه بتاع الاتيبيكال تيراتويد رابدويد تيومر بتاع ديفيوجن ريستريكشن. طيب دي كانت المجموعه الثانيه اللي كان فيها ايز اوف هيمرج، وقلنا اللي هو بيشمل اربع اورام، في اثنين في سن كبير واثنين في سن صغير، البنت والاتيبيكال والاوليجودندروجلايما والاستوسيستوما جريد 3 وجريد 4. طيب ثالث مجموعه اللي بيبقى فيها تمتاز بوجود سيستيك ارياس، تلاقي في الورم جواه سيست موجوده خلاص، ودولت المجموعه دي بتمتاز بالاتي، ان غالبا بيحصلوا في سن صغير في الشيلدرن او يانج ادلت، ده حاجه. ثاني حاجه ان هما بيبقى ليهم سام سورت اوف بريديليكشن للتمبر لوب، بيحبوا التمبر لوب بشكل او باخر، لما بيحبوا يجوا في التمبر لوب فالعيانين دول غالبا بيجوا يشتكوا من ابليبسي، وده معظم الناس بتوع اللي بيجوا في سن صغير بيبقى عندهم ابليبسي بيعملوا لهم ام ار اي عشان نشوفوا اذا كان ده اورجانيك كوز ولا فانكشنال كوز عشان يكسكلود الحاجات زي الاورام اللي بتعمل تمبر لوب ابليبسي، من ضمنهم الاورام دي اللي بتمتاز بيبقى فيها سيستيك ايريز، كمان تمتاز لان هم غالبا بيبقوش جريد عاليين من النيوبلازم، يعني بتكلم في جريد واحد او جريد اتنين، غالبا ما بيبقاش عندهم سراوندنج اديما عنيف، دايما بيبقى الليجن ما بيبقاش حواليه اديما عنيف. مين هم النيوبلازم دولت؟ عندي ثلاثه نيوبلازم،
حاجه اسمها بوليمورفيك زانسو استروسايتوما او البي اكس اي، وعندي حاجه اسمها جانجليو جليوما، وعندي حاجه اسمها ديس امبريونوبلاستيك نيورو ابيثيليال تيومر او الدنت. الثلاثه تيومرز دولت مهمين واحنا بنشوفهم مش قليل، البي اكس اي او بوليمورفيك زانسو استروسايتوما وجانجليو جليوما والدنت. طيب البي اكس اي او باسم انها من اسمها كده بوليمورفيك زانسو استروسايتوما، هي تيز في الاصل تزان استروسايتوما، ولكن بتختلف عن الاستروسايتوما اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي لو جريد او الانابلاستيك او الجلايوبلاستوما مالتي فورم، في الاتي ان بيبقى فيها زانسوميتس سيلز، عشان كده بيسموها زانسو استروسايتوما. الزانسوميتس سيلز دي ار ليبيد ريتش سيلز، خلايا بتبقى فيها كميه من الفات اكتر، وبالتالي في الهيستولوجي التيومر ده بيبقى فيه زانسوميتس سيلز، وبيسموهم عشان كده بيسموهم بوليمورفيك زانسو استروسايتوما بالاضافه الى شويه بوليمورفيزم. ده جريد 2 نيوبلازم. طيب العيانين زي ما قلنا بيحصل في سن صغير وبيعملوا بيبقوا بيجوا بيمانفست بي ابليبسي. ايه ده هي ايه؟ كانت امتى؟ لا جريد 2 جريد 2 ممكن تبقى تصيب بايروسيتك؟ البايروسيتك اثر سايتوما دي جريد 1 بس هناخدها المره الجايه ان شاء الله. ماشي؟ طيب البوليمورفيك زانسو استروسايتوما او البي اكس اي بشخصها ازاي؟ السيست زي ما قلنا دي الليجن تمتاز بوجود سيست، والسيست او الليجنز ده في البوليمورفيك استروسايتوما بيبقى بيمتاز ان هو سيست وفي انهانسنج بيورينيديو، فبلاقي المنظر بتاع الليجن بتاع البي اكس اي بشخصه ان الاقي فيه سيست ومعاها بعد صبغه انهانسنج نيو، الاقي فيه تيومر فيه سيست كده خلاص، وليه انهانسنج معاها بعد الصبغه الاقي فيه انهانسنج نيورينيديو، سيست وذ انهانسنج نيورينيديو. غالبا زي ما قلنا بيبقى ليه تمبور لوب بريدكشن، وزي ما اتفقنا ان هو بيجي الولد بيجي سن صغير وبيجي بتشتكي من ايه؟ من ابيليبسي. ما اشترطش بس تمبور لوب، ممكن تلاقيها في الفرونتال لوب او البارايتال لوب مش مشكله، بس التمبور لوب اكتر، بس في الاخر الشكل بتاعها اتاسست وذ انهانسنج نيورونيديو. ما يميز البي اكس اي ان النيديولز بتاعتها بتبقى سوبرفيشالي لوكيت زي كده، تحب النيديول ادي ده ونانسست وذ انهانسنج نيورونيديو، تحب النيديول تبقى قريبه من السيرفيس بتاع البرين، قريبه من المينجيز، فدايما النديول دي بتبقى قريبه لحد او بشكل او باخر ناحيه الايه؟ ناحيه الايه؟ ناحيه بر، ناحيه المينجيز. لبعض من الاحيان ان هي تبقى قريبه خالص بيقولوا انه ممكن كمان تلاقي فيها مينجيال انهانسمنت او ديورال تيل خلاص. فبالتالي ده ما يميز البي اكس اي ان دايما بتبقى النديول سوبرفيشال جدا. طبعا الناس اللي تقول لك ان عشان النديول تبقى سوبرفيشال جدا عشان الخليه اصلا فيها ليبد وفات وخفيفه وبتطفو، ده مش طب خلاص، ده 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 هو دي ممكن حاجه تحفظه بيها بس ده مش طب، يعني النديول هو الانستنس بتاعتها ان هي بي اكس اي تبقى سوبرفيشال ماشي، بس ان هو عشان فيها فات والكلام ده ده مش كلام يعني خلاص. طيب تاني ورم من ضمن الاورام اللي بيبقى فيها سيستيك ارياز اللي هي بيسموها جانجليو جليوما، والجانجليو جليوما اتس ا جريد 1 نيوبلازم، او ده جانجليو جليوما اتس ا جريد 1 نيوبلازم. الجانجليو جليوما في ضمن الحاجات دي الثلاثه دولت تيومرز دولت ات ذا موست كومن كوز ان يعمل تمبورال لوب ابليبسي، الموست كومن از جانجليو جليوما، من اسمها كده اتس جانجليو جليوما. ليه؟ لان بتطلع تيومر بيطلع من الجانجليو سايت، والجانجليو سايت ات از ا نيورو سايت بالظبط، وجليوما لان هي بيبقى معاها ميكسد كمان استرو سايت، عشان كده بيقولوا ان هو ميكسد جليال اند نيورونال تيومر، هو عباره عن جليال لان فيهم استرو سايت ونيورونال لان بيبقى فيها جانجليو سايت. وزي ما قلنا الانستنس بتاعهم ات ذا موست كومن كوز ان هو يعمل تمبرال لوب ابيليبسي. بشخصه ازاي؟ بيبقى شبه البي اكس اي ان هي بيبقى فيها سيست وذ انهانسنج نيورال نيديول، زي ما اتفقنا بيبقى ليهم تمبرال لوب بريدليكشن اكتر بس ممكن ينفولف في حته ثانيه، بيبقاش حواليهم سراوندنج اديما عنيف، وولد صغير بيجي بيشتكي من ايه؟ من ابيليبسي. طيب دلوقتي ازاي افرق ما بين الجانجليو جليوما والبي اكس اي؟ عشان نخلص الموضوع ده لو لقيت النيديول سوبرفيشال لوكيتد هترجح البي اكس اي، لو ما لقيتهاش هترجح الجانجليو جليوما بالانستنس فقط. الشكل الاثنين بيبقوا شكل واحد، الجانجليو جليوما والبي اكس اي الاثنين ار نيديول او سيست وذ انهانسنج ميرور نيديول، وبالتالي بالانستنس لو ما لقيتش نيديول سوبرفيشال لوكيتد هترجح الجانجليو جليوما بالانستنس عن البي عن البي اكس اي. طيب النيديول دي ممكن تكبر خالص وتاخد معظم الليجن بس برضه في سيستيك اريا زي كده،
او ممكن النديول تبقى صغيره وتاخد فينت انهانسمنت مش مشكله, بس في الاخر ممكن تلاقي فيها كالسيفيكيشن, بس في الاخر تتاسست وذ انهانسنج نيورال نديول. لا الاثنين ممكن يحصل فيهم. هو مور كومن في الجانجليوم. بص انا زي ما بقول لك كده, انا لو ما لقيتش نديول سوبرفيشال ولا كده انا برجح جانجليوم على طول. انا ما برجحش بس بي اكس اي غير لما الاقي نديول سوبرفيشال ولا كده بس. طيب تالت واحده اللي هي الدنت, اللي هي ديس امبريونوبلاستيك نيورو ايبيثيليا تيوم, ودي قلناها تبع الامبريونا تيومر, يعني طالع من الامبريونال سيلز بتاع نيورون سيلز او الايبيثيليا سيلز اللي هما بيسموهم امبريونال تيوم. وبرضه نفس الكلام, سؤال صغير بيجي بيشتكي من ايه سيجر. ما يميز السيستك ارياس بتاعه الدنت ان هي مش سيست وذ انهانسنج نيورال نيديول, لا بيبقى ليها شكل مميز جدا بيوصفوه بحاجه اسمها بابلي سيستك ليجن. يعني تحس ان هو عامل زي فقاعات الصابون, تحس ان هو ماكرو سيست يعني مالتيبل سيست او مالتي سيستك كده ليجن موجود ومبقاش حواليه غازوجينيك اديما زي ما اتفقنا. مش بيبقى سيست وذ انهانسنج نيورال نيديول, دايما بيبقى المنظر ده مميز خالص للعيين بتوع الدنت. ان الدنت ده مشهور, انا مش انا يعني ما احنا بنشوف, يعني ما تفتكروش انا بتكلم عن حاجه غريبه, لا احنا بنشوفه كتير الدنت ده. خلاص الدنت ده بيبقى ليه شكل مميز خالص بيوصفوه الكتب, والحقيقه لو انت لو دورته عليه في النت على طول لو كتبته دنت هتلاقيه يطلع طالع لكم الشكل ده, اللي هو ايه برغم ان هو صحيح مالتي سيستك وبابلي سيستك او بيشبهوه زي فقاعات الصابون تحس ان هو مالتي سيستك كده خلاص, الا ان هو دايما بيبقى ياخد شكل الويدج شيب او تراينجلر, تحس ان ليه تراينجلر ان شيب, والبوز او البوينتنج بتاع التراينجل ده دايما ناحيه جوه خلاص, فدايما بوينتد ناحيه الايه ناحيه الايه الفنتركل, فده بيسموه الويدج شيب او تراينجلر ابييرنس بتاع البابلي سيستك ليجن بتاع الدنت with pointing toward the A ventricular A toward the ventricular A toward the ventricular system. الدنت ما بتاخدش غالبا ما بتاخدش صبغه, وفي الفلير زي ما اتفقنا كده بيقولوا ان هو شويه المارجن بتاعها في الفلير بيبقى هاي شويه, برضه من ضمن الحاجات المميزه ان المارجن شويه بتاعها في الفلير بيبقى هاي شويه في الفلير زي كده خلاص. والدنت بعد الصبغه ما بتاخدش ايه ما بتاخدش غالبا ما بتاخدش صبغه. وبالتالي سيستيك ليجنز اللي اتفقنا عليهم فيهم اثنين سيست وذ انهانسنج نيورودول بي اكس اي او الجانجليوم, وفيهم واحده بتبقى مش سيست وذ انهانسنج نيورودول بتبقى سيستيك بس مالتي سيستيك او اللي هو بيسموه البابلي سيستيك او المالتي لوكولار سيستيك ليجن بتاع الايه بتاع الايه بتاع الدنت. زي ما اتفقنا الاورام دي كلهم بيحصلوا في سن صغير وبييجوا بتمبرال لوب ايه تمبرال لوب ابليبسي ومبقاش حواليهم فازونيك ايه فازونيك اديما. رابع مجموعه اللي هي المجموعه اللي بيبقى هوموجينسلي انهانسنج تيوم, يعني تيوم بعد صبغه ياخدوا صبغه هوموجينس جدا, ودي تشمل الليمفوم او البرايمري سي ان اس ليمفوم. البرايمري سي ان اس ليمفوما ده ليمفوما بتحصل فيه السي ان اس. هو حد يعرف الفرق ما بين برايمري وسيكندري ليمفوما عموما؟ يعني انت اقول برايمري ليمفوما او انت اقول سيكندري ليمفوما؟ لا نعم لا غير الهيستولوجي طبعا غير الهيستولوجي. يعني امتى اقول ان ده برايمري سي ان اس ليمفوما؟ منين؟ يعني ايوه منين يعني الاصل بتاعها كان فين؟ ايوه يعني هو الاصل يعني الليمفوما العيان الليمفوما العادي هو اصلا في الليمف نودز خلاص, فانت تلاقي عيان بتاع الليمفوما العادي خلاص اللي هو مليان ليمف نودز ده وديفلوب بعد كده مثلا سي ان اس جاي انفولفمنت للسي ان اس ده يسموه سكند ليمفوما جي اي تي ليمفوما, يبقى ده سكندري ايه سكندري ليمفوما. وبالتالي السكندري ليمفوما ده عيان ليمفوما عادي اللي هو مليان البرايمري سايت بتاعها في الليمف نودز وبعد كده اورجانز ثاني انفولفد ده اسمه سكندري, انما العيان بتاع برايمري ليمفوما ده بيوريجينيت من الاورجان ذات نفسه. يعني العيان بتاع برايمري سي ان اس مش هتلاقي معاه ليمف نودز ثانيه في بقيه الجسم او ليمف نودز قليله, عيان بتاع برايمري جي اي تي ليمفوما او جاستريك ليمفوما مش هتلاقي معاه كل الجسم, لا هو برايمري طالع في الاورجان ده وما عندوش بقيه الايه بقيه الليمف نودز خلاص. ده عاده بتبقى ديفيوز سيل تايب, وزي ما قلنا ده اتس هيماتوبويتيك تيومر ده مش نيورو ايبيثيليال ايه اتس نوت ا نيورو ايبيثيليال تيومر. طيب الليمفوما عموما ليها ارتباط وثيق بالاميونيتي. الليمفوما من ضمن الاورام المشهوره خالص في العيانين بتوع الاميونو سبريشن. خلي بالكم العيانين اللي بيزرعوا او عاملين بون مور ترانسبلانتيشن او بياخدوا كورتيكوستيرويد فترات او اميونو سبريشن فترات طويله, الاورام اللي بتفولد مع الاميونو سبريشن المشهوره جدا الليمفوما. فالليمفوما مرتبطه ارتباط وثيق جدا مع العيانين الاميونو كومبرمايزد.
وبالتالي الليمفوما ممكن تبقى مع العيانين بتوع الاميونو كومبرومايزد وممكن تبقى مع عيانين الاميونو كومبتنت، وده مهم لان هيفرق في شكله. الليمفوما زي ما اتفقنا هي زي ما عارفين في الاستورجي ان هي بتبقى سمول سيلز كده وبتبقى صغيره جدا وبتبقى برضو باك توجذر، عشان ده هيفرق معانا في الايه في الديفيوجن. زي ما اتفقنا الليمفوما زي ما شايفين كده بعد الصبغه بتاخد هوموجينس انهانسمنت كده بالشكل ده، ات از ا فيري هوموجينس انهانسمنت، فيري هوموجينس انهانسمنت كده خلاص فيري هوموجينس. طيب من الصور من الثلاث صور دولت في حاجتين مهمين بتطلعوه من الثلاث صور دول، ان هما بيكونوا ايه ليجن دويت ليجن ولا اكتر من ليجن، they are multiple ممكن تبقى بالظبط ممكن تبقى multiple وبايلاترال ممكن بس ممكن تبقى سنجل بس ممكن تبقى multiple وبايلاترال خلاص. كمان حاجه مهمه ان دايما بيبقى ليهم بريدليكشن ليه جوه، يبقى بيري فينتريكولار انلوكيشن دايما تحب الفينتريك ما بتحبش تيجي بره، دايما بيبقى ليها بيري فينتريكولار ايه بيري فينتريكولار انلوكيشن. السي ان اس لينفوما زي ما اتفقنا ان هي بتبقى باكد جدا بيبقاش فيها ميه، فتلاقيها في التي 2 بتبقى لو سيجنال في التي 2، وبالتالي احنا قلنا ان معظم الاورام تبقى هاي سيجنال في التي 2. اللو سيجنال في التي 2 ده معظم الباثولوجي عموما اللو سيجنال في التي 2 ده قليل من ضمنهم الليمفوما، فالليمفوما لو سيجنال في التي 2 لان هي بتبقى هاي سيل خلاص. طيب الليمفوما ما بيبقاش حواليها اديما عنيفه ولا ماس افكت عنيف، الليمفوما يوصفوه بانه ليجن طري، لما بيطلع في اي مكان ما بيعملش ما بيضغطش ما بي... يعني تطلعوا مثلا تلاقي في ليمفوما في الجي اي تي ما بيعملش ايه ما بيعملش انتستينال اوبستراكشن لان هو ليجن طري ما بيعملش ماس افكت. في البرين برضو تلاقي ليجن مش عامل ماس افكت دي مع حواليه متناسبه مش عامل ماس افكت عنيف على الايه على الايه على الفيدر. طيب الليمفوما زي ما اتفقنا ات از ا ديفيوجن ريستريكشن، شايفين اللو اي دي سي ماب، وبالتالي من ضمن الاورام اللي بيبقى فيها ديفيوجن ريستريكشن الليمفوما. الليمفوما مهم جدا نعرف ان فيها ديفيوجن ايه ديفيوجن ريستريكشن عشان هايلي سيلولار نيوبلاست. الليمفوما من ضمن الاورام اللي بتكروس الكوربس كروز زي ما اتفقنا، الليمفوما وجلوبلاستوما مالتي فورم والتيوم افكتيف ام اس، من ضمن الحاجات اللي بتانفولف او انفلتريت الكوربس كروز وتكروس الناحيه الثانيه. ازاي افرقها عن الجي بي ام؟ ديفيوجن حاجه ممتازه كمان، ده بتبقى هوموجينس انهانس، ده بتبقى بتبقى في رينج انهانس، ده بيبقى معاه ماسيف اديما، ده بيبقى معاهش ماسيف افكت خلاص. كمان لو انتوا نعم والام ار اس بس ما تعتمدش على ام ار اس قوي خلاص. البرفيوجن بقى البرفيوجن مهم، البرفيوجن بيقولوا ان الليمفوما اتس ا هاي برفيوز ريليتيف تو جلوبلاستوما مالتي فورم، فدايما الليمفوما بتبقى هايبو برفيوز عن الايه عن الجلوبلاستوما، تلاقيها زرقاء مش تلاقيها ايه ما بتلاقيهاش حمراء زي الايه زي بتاعت الايه بتاعت الجلوبلاستوما مالتي فورم. طيب الليمفوما تمتاز ان بيبقى فيها فيري هاي بيك من الليبيد واللاكتين، الحقيقه مش بس كده مميز ليه في العيانين دولت، لان عاده العيانين الليجن ده بيبقاش فيه ارياز اوف نيكروز وهيمرج، برغم من كده الليبيد واللاكتين بيبقوا عاليين، فدايما بيقولوا ان ضمن السوليد ليجنز اللي بيبقوا فيهم ليبيد ولاكتيت عالي بتاع الايه بتاع الليمفوما، والكولين والانستاكولين يعلى والانستاتات اسبارتيت ايه تقل زي اي ايه زي اي نيوبلازم. طيب ايه المنظر ده؟ ده بقول لكم ان ده ليمفوما بس ده مش هوموجينس انهانسنج ده رينج انهانسنج. ده بيحصل امتى؟ بيحصل في العيانين اميون سبريس، ده مهم خلي بالك، لما الليمفوما ما بيحصلش فيها نيكروز وهيمرج، يحصل فيها نيكروز وهيمرج في العيانين اميون سبريشن ده حاجه، او ان العيان بدا ياخد كيموثيرابي بدا يحصل فيه مالجنت ديجنريشن، ده زي حتى الليمف نودز بتاعتها خلاص. الكلام ده مهم ليه؟ لان الرينج انهانسنج ليجن ده في المكان ده في العيان ده ليه ديفرنشال دايجنوز مهم جدا غير الليمفوما، حاجه اسمها توكسوبلازما. التوكسوبلازما ده من ضمن الانفكشن ان شاء الله هناخدهم مره المحاضره اللي بعد العيد. الانفكشن ده اللي هو التوكسوبلازما فيري كومن، ذا موست كومن انفكشن في الاميون سبريسنت از توكسوبلازما سينس، وبيجي من فيست برينج انهانسنج ليجن، وبالتالي الليمفوما في المنظر ده في العيان ده تبقى تخش ديفرنش دايجنوز. لو انا قلت لك ان التوكسوبلازما بي 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 تخش او تعمله ديفرنش دايجنوز في عيان اميون كومبتنت ده مش صح، لا في المنظر بتاع العيان الاثنين بيبقوا ديفرنشال في العيانين بتوع الاميون سبريشن. ليه؟ لان الاثنين بياخدوا رينج انهانسنج ليجن، انما الليمفوما في العيان الاميون كومبتنت ما بتبقاش رينج انهانسنج ايه؟ ما بتبقاش رينج انهانسنج ليجن. تفريع ان شاء الله هقول لكم ازاي نفرق عليه لما ناخد التوكسوبلازما المره الجايه المره اللي بعد اللي جايه ان شاء الله. طيب الليمفوما زي ما اتفقنا تحب البيري فينتريكولا، تقدر تاخد المنجيز تاخد بس في السكندري ليمفوما، يعني عيان الليمفوما العاديه اللي هو بيبقى عنده ليمف نودز ولما ياخد السي ان اس يعني سكندري ليمفوما
ده تاخد الايه تاخد المينجيز وتلاقي انما الليمفوم برايمري سي ان اس ليمفوم بتحب بيرفنتريكولار لوكيشن ما بتحبش الايه الاي مينجيز. وبالتالي السكندري ليمفوم من ضمن الديفرنشال دايجنوزز مع الاكسترا اكزيال ليجنز تحطه من ضمن الديفرنشال دايجنوزز مع الاكسترا اكزيال لان هو بيعمل زي ما قلنا بينفولف مينجيز في السكندري ليمفوم مش في البرايمري ليمفوم. طيب اخر مجموعه اللي هما very well defined lesion او very discrete lesion. discrete او very well defined يعني تقدر يعني تقدر تفصلهم خالص من البرين لان هما very well defined. مين هما اقصد بيهم الايه البارينكيمال ميتاستاسيس. البارينكيمال ميتاستاسيس بيبقى غالبا المصدر بتاعهم هيموتوجينس سبريد. بيبقى جايين منين؟ اشهر حاجه تبعت للبرين ايه؟ لانج برونكوجينيك طبعا. المقوله المشهوره ان لو عيان عنده التستس قديم قوي انها تعمله شيست اكس ري استكمال والكلام ده كلام قديم ده مشهور خالص. اللانج از كومن والبريست كومن والميلانوما كومن. الثلاثه دول ار فيري كومن يبعتوا للبارينكمال ايه التستس. العيان بتاع متستس سن كبير دايما عيان بتوع البرين متستس في سن كبير ممكن متستس يجي في ولد صغير. اه ايه في لا مش ريتينوبلاستوما نيوروبلاستوما. انت متاكد من دريتو نيوروبلاستوما؟ اه نيوروبلاستوما اللي هم التيومرز اللي بتوع الادرينالز ممكن يبعت. ولو ان العيانين بتوع نيوروبلاستوما بيبقى غالبا بيبعت سكال ما بيبعتش بارينكيما بيبعت سكال او اوربت. عيانين بتوع نيوروبلاستوما فيري كومن ان يجي بريزنت باي بروبتوزس. ليه؟ لان هو بيبقى باعت ميتاستاسيس للاوربتس وعامل ايه جزء اوف سامبس او بروبتوز. خلاص ماشي. خلي بالكم من الميتاستاسيس في الاطفال عشان ده مهم. لما تلاقي ميتاستاسيس في الاطفال لازم يبقى إيه؟ لو هو ميتاستاسيس يعني مش كومن خالص يعني ما ينفعش اتكلم في طفل عادي خالص عنده ميتاستاسيس ده 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 جريمه خلاص. الا لو عين عنده نيوروبلاستوما اه ده وارد ان هو ممكن يبقى يعني انا بتكلم في مثلا 10 سنين او اقل يعني ما ينفعش كده او اه 10 سنين في امال ميتاستاسيس ميتاستاسيس مش يعني اقصد ميتاستاسيس مش برايمر ماشي بس يعني برضو سن صغير مش كومن ان هي تبعت ليه في سن صغير خلاص. 10 سنين ده انك تلاقي تيومر في سن ولد اقل من 10 سنين ميتاستاسيس بعد ده قليل جدا رير يعني قليل جدا. طيب فيري ويل الليجنز بتاعه بيبتز ان هو فيري ديسكريت زي ما احنا شايفين فيري ويل ديفايند ليجن اهو خلاص فيري ويل ديفايند ليجن. بيمتاز كمان ان هما موجود مكانهم بيبقى at gray white matter interface عند junction ما بين الكورتكس والسب كورتكس. دايما بتحبوا ناحية الايه بريفري شوية عند السب كورتكال اريا او ما بين الاريا بتاعة gray white matter ايه matter interface. ده عموما يا جماعة اي متاستاسيس في اي organs يعني مثلا لما بتكلم في اللونج لا يحب ان هو يبقى سب بلورال يعني بريفري ليه ان هو بيفضل ماشي مع الفيزل حد ما يفزل ايه اللي خالص ويبدأ ايه implant يعني. فدايما بيحب جري وايت ماتر ايه جري وايت ماتر انترفيس خلاص فيري ديسكريت زي ما احنا شايفين. بيبقى معاه موصوف ان هو بيبقى معاه ديسبروبورشنت اديما يعني تلاقي الليجن صغير وتلاقيه حواليه اديما غير متناسبه مع حجمه رغم ان الليجن صغير الا ان الاديما اللي عليه عنيفه جدا. فدايما نيوبلازم بيبقى معاهم بيمتازوا ان هو ممكن يبقى معاهم ديسبروبورشنت فازوجينيك اديما. البرين نيوبلازم almost enhance مفيش برين نيوبلازم مش بينهانس. والحقيقه انهانسمنت ده مهم ياخد اي شكل بقى نودولار رينج انهانسنج اي شكل بس مهم في الاخر ايه ينهانس. الحقيقه مهم ليه؟ لان ساعات كتيره جدا يبقى عيان البرين بتاعه فيري نورمال في المورفولوجيكال يعني في تي 1 وتي 2 كل ما فيهوش اي حاجه وتيجي تحقنه تلاقيه مليان ايه مليان برين ميتس خلاص. وبالتالي لما تنظر حالة عارف ان هو عنده برايمري وبدور على ميتاستاسيس في البرين لازم يتحقن لازم حتى لو انت شكل شفت المورفولوجي بتاع البرين نورمال. بنشوف كتير جدا ان العيان ما فيش اي حاجه ما تقولش ان البرين ده فيه اي حاجه تيجي تحقنه تلاقيه مليان ايه مليان برين ميتاستاسيس خلاص. فدايما مهم ان احنا نعرف ان البرين ميتاستاسيس دايما بتنهض. طيب يبقى احنا خدناهم النهارده ايه خمس مجموعات. اول مجموعه اللي هي الهوموجينس ليجن اللي ما فيهوش نيكروز وهيمرج اللي هما بينفولف الكورتكس ويعمل اكسبانشن اللي هو جريد 2 استروسايتوم. المجموعه الثانيه اللي بيبقى فيها ايريز اوف نيكروز وهيمرج وهيتروجينس
اللي هم يشملوا الجروب 3 وجدوا 4 من ايه، من الاستروسايتوم. لو لقينا فيهم كالسيفيكيشنز يبقى اذا اوليجودندروجليوم، والاثنين دول بيحصلوا في سن كبير. لو لقيناهم في سن صغير فيهم ديفيوجن ريستريكشن يبقى بنت او اختها الاتيبيكال تيراتويد رابدويد لو السن اقل من 3 سنوات. المجموعه الثالثه اللي بيبقى فيها سيستيك ارياز وبيبقوا في سن صغير وبيبقوا تمبرال لوب ابليبسي، لو لقيها سيست وانهانسنج نيورو ديوب يبقى انا بتكلم على جانجليوما، او بي اكس اي لو لقيت ان ديول سوبرفيشال لوكيت، او ان هي تكون بابل سيستيك ليجر بتكلم على الدنت، او ان التيومرز دي تبقى فيري هوموجينس لانهانسنج بعد الصبغه وتبقى فيري فنتريكر ان لوكيشنز، وممكن تبقى مالتيبل ومبقاش حواليها قديمة، وممكن تبقى فيها ديفيوجن ريستريكشن يبقى بتكلم على برايمري سي ان اس لينفوم، او نلاقي فيها فيري ويل ديفايند ليجن في كورتيكال او اد جراي وايت ماتر انترفيس معاها سراوندنج سيفير بازونيك اديما، والعيان عنده او نون ان هو يكون برايمري اشهره من البرونكوجينيك، واقول ان ده ميتاستاس. المره الجايه ان شاء الله نتكلم على الانفرتنتوريال نيوبلاس. في حد عنده سؤال؟ بايزوتيك انفرتنتوري ماشي. بصوا المره الجايه ان شاء الله، المره الجايه هنشرح الانفرتنتوريال. يا ريت الناس بس تقرا الموضوع ده عشان في حاجات هزودها على الديفرنشال ده، هو الاصل بتاعها بيبقى انفرتنتوريال بس هزود شويه حاجات.